السبورة وجها لوجه بقى مع كابتن مؤمن سليمان. جاهز يا كابتن مؤمن؟ إن شاء الله إن شاء يا الله رب. بإذن الله، يلا بينا. الزمالك لم يكن يستحق الفوز بدوري أبطال إفريقيا تحت قيادتي، نعم أم لا؟ السؤال ده برايف. لا يعني اقول لك ايه، احنا عملنا اكتر حاجه نستحق عليها، لكن الفريق الثاني كان اجهز مننا. الفريق الثاني كان اجهز، يعني ما اقولش لا ان احنا ما نستحقش، يعني احنا عملنا اكتر حاجه، بس في الاخر الكره نصفت اللي يستحق، هو احسن منه. اللي بعده، وافق على العمل مدربا عاما مع اي مدرب اجنبي في الزمالك، نعم ام لا؟ لا لا خلاص. ثقتي لم تكن في محلها في بعض لاعبي الزمالك، نعم ام لا؟ لا. عندي كل ثقه فيهم يعني ما اقدرش. محدش خذلك حتى لو فيه يعني عارف بعد مرور 4 سنوات لو حتى غلط هعتبرها غلطه شباب، غلطه يعني، لكن ما فيش حاجه مؤثره كبيره، ما فيش حاجه تخل بالنظام او حاجه. فبقول لا، كلهم ولاد محترمين وسعدت جدا. وبعدين ما اقدرش اقول على اللعيبه اللي كبرت اسمي وخلتني يعني لحد ما الناس تعرفني اشك في مقدرتهم او في ولائهم. امور طبيعيه بتصنف من وجهه نظرك اللي هي ضغوط الشغل اليوميه بتاعت حاجات شبه. بالظبط. اللي بعده، بلا فرصتي في العوده لقياده الزمالك مستقبلا صعبه؟ انتوا الجو بقى، انت حضرتك بتشعر ايه انك قريب من الزمالك في اي وقت؟ افتكر يعني انا ما اقدرش انا اقول انا عندي تجربه، يعني عندي تجربه قبل كده ليها الكويس وفيها الوحش، فتقييم التجربه ديت الناس اللي تقوله والاداره بتاع الزمالك تقول. كنت متوقع النتائج اللي انت حققتها قدام الاهلي وقدام الاسماعيلي؟ اقول لك الحقيقه، انا واثق الحمد لله رب، الحمد لله والله مش عايز اكرر ده، بس انا عندي واثق جدا في اللي بعمله، وعارف انه لو اللعيبه صدقتني واللعبه اشتغلت كويس مفيش تاثيرات خارجيه كنت متاكد ان احنا نفوز. انت كنت داخل ماتش الاهلي وما كنتش انت الافضل. بص لو انا عندي يعني لو انا قلقان من حاجه ما كنتش عملت التغيرات اللي حصلت دي. انا بلعب ده ولعبته بعد 4 ايام، يعني انا غيرت اي مدير فني هيجي عشان 4 ايام واسبوع. افتكر ايهاب جلال عمل كده، جه لعب 4 ايام مع الاهلي وكانت النتيجه 3-0. انك تغير مفهوم لعيبه في 4 ايام، انا كان عندي الجرأه الحمد لله ان انا كان عندي الجرأه، واللعيبه بتميل على المدرب في الماتشات الكبيره زي الاهلي. فكان عندي رهان ان اللعيبه لما تكون الى حد ما خايفه ده حاجه كويسه مش حاجه وحشه، انها مركزه. القلق او الخوف من الماتش بيخليك دايما تلجا للراي الاعلى اللي هو المدرب. فاللعيبه كانت مركزه جدا معايا وعارفه بالظبط انا عايز ايه، وهم محترفين يقدروا ينفذوا ده. ايه اللي خلاك تدير ماتش النادي الاهلي بالطريقه دي؟ الحقيقه هقول لك، يعني الفكره جات لي من العمق بتاع النادي الاهلي، ان احنا هنضربه من مكان ده. وعارف النادي الاهلي قوته كلها بتعتمد على الوينجين، على الباكين، على الاطراف، ودايما بيفتح الملعب على اقصى اتساع، فكانت الفكره كلها ان انا اضربه من اقصر طريق. مش هروح من بره عشان اعمل اوفر عشان نجيب جون، احنا هنضرب من العمق، وده حصل الحمد لله. اللي بعده، كارتيرون تفوق على فايلر في الموسم الحالي، نعم ام لا؟ يعني نتيجة المباراة عشان البينالتيز يعني ما اقدرش اقول انه تفوق كاسح يعني، لكن طبعا فايلر قدم حاجة كبيرة جدا للزمالك، فلو حطينا في الميزان طبعا فايلر تفوق، لا قصدي كارتيرون تفوق، لكن فايلر ما اقدرش انكر يعني انه يلعب كل المباراة ديت فيخسر مباراة في نهائي الكاس سوبر بالضربات الجزاء، فاقول انه عمل فشل او حاجه سيئه. لا وراجل متصدر الدوري وماشي في بطوله افريقيا، الاثنين اعتبر ان هم صفقات ناجحه جدا جدا لنادي الاهلي والزمالك، وافتكر ان نادي الاهلي والزمالك هيحتفظوا بيهم السنه الجايه كمان. اللي بعده، الزمالك قادر على التتويج بدوري ابطال افريقيا في النسخه الحاليه؟ نعم طبعا. نعم. شيكابالا تعرض للظلم في مسيرته بسبب تعامل بعض المدربين معاه؟ لا لا لا، شيكابالا عمر ما مدرب هيعامله وحش صدقني، هو كل بيحبوه يعني، ما فيش مدرب، المدرب لازم اي مدرب هيمسك الزمالك على قدر ما من الذكاء، فهو مش رايح عشان يعمل مشكله مع كابتن فريق ومحبوب الجماهير ليه. هي ما فيش حد بيبتدي بده. فشيكابالا لعيب كبير
ساعات بيغلط، ساعات بيبقى ماشي كويس. في الفتره اللي كانت معايا عمل احسن حاجه. في اوقات اللي اللعيب بيتغير، هو كان صغير بيعمل حاجات، بيكبر بيعمل حاجات. فالتطور بتاع شيكابالا يا ريته كان بدري شويه، كان متعنا اكتر، بس هو قدم للكوره كتير وكفايه محبه الناس ليه. اللي بعده، ايمن حفني من اذكى اللاعبين في مصر ولكنه مزاجي، نعم ام لا؟ نعم للاسف. حفني مهما حاولت مش هتغيره. حفني من احرف الناس اللي شفتهم، وزي ما اقول لك يعني ايه، اول حاجه اتعلمناها في دوره اياكس ديت ان الكوره اهم حاجه في الكوره الفكره. فلو في حاجه في الفكره في الكوره فعند ايمن، ايمن عنده كل الافكار. اللي بعده، مصطفى فتحي، كان من الممكن ان يصبح اهم موهبه في مصر لولا الاصابات. حزن مش عايز اقول لك والله. والله العظيم يعني انا كل فتره من فترات طويله بشوف حاجه شبه مصطفى فتحي. فمصطفى كان بدايته من قبل ما انا امسك دايما متوقع له حاجه كبيره، ولما مسكت الحمد لله حصل تطور فظيع في المستويات، وكنت مستني التكمله. فهو لسه ما قدمش ولا 20% يعني، واتمنى انه بسرعه يورينا ده احسن سن يلعب فيه كوره. اللي بعده، طارق حامد غضب مني بسبب سياسه التدوير ولكنه اقتنع بها بعد رحيلي. نعم. ايه بقى اللي حصل؟ كلهم اقتنعوا بكل حاجه بعد رحيلك. ايه اللي حصل؟ هو حصل موقف كده يعني، كان علي جبر وطارق الاثنين ربنا يعلم محبتي ليهم قد ايه يعني، كلهم الاثنين كانوا اللي هو الرجال الاشداء اللي لعبوا كل المباريات بنفس المستوى، ما خذلونيش مره. لكن زعلوا عشان هعمل لهم تغيير في ماتش. واحد زعل واتضايق، وطارق قال لي انا مصاب، حاجه شبه كده. فكملت الموضوع لكن ما حصلش حاجه. طيب مصاب مصاب، انا كده كده هطلعه بره يعني. قابلته بعديها فوصلي كده قال لي انا غلطان فعلا. كان ساعتها بيلعب كل الماتشات وكل ثلاث ايام. فانا عارف يعني طارق، مفيش ارجل من طارق في مصر. ده كان لعيب كوره، صح، لعيب راجل. فان مهما كان الانسان، مش طارق حامد، الانسان بيتعب لما يلعب كل ثلاث ماتشات، فتعب يا عيني مش قادر يشيل رجليه. فقال لي طب وفيها ايه؟ يعني انا بلعب ثلاث ماتشات فيها ايه؟ ازاي انا كنت بضايقك؟ فيعني الحمد لله يا رب. اللعيبه برضو انا بواجه، لازم تخلي بالك ان انت في مراهق وفي شاب وفي راجل مسؤول، كل دول بيمروا بمراحل. حتى الراجل المسؤول طارق كان كابتن الفريق، لكن في لحظات ممكن عقله يصور له حاجه، موقف معين يصور له حاجه. الحاجات دي لازم تعدي، عشان كده انا بذكرها بعد ما اتحلت. صحيح. اللي بعده، نشبت ازمه بيني وبين عصام الحضري خلال قيادتي لنجوم المستقبل، نعم ام لا؟ اطلاقا. عصام الحضري صاحبي يعني. يعني في سنك يعني. اكبر مني. عصام اكبر مني بست اشهر يعني. يعني ده حاجه فخر لي، مش بعيب عليه، ما شاء الله عليه. ويا ريتني كنت اعرف اعمل اللي هو عمله، ما شاء الله. ربنا يديه طول عمره الصحه ويدي لك طول عمره ما شاء الله عليه. ربنا يبارك له في صحته، وعمل حاجه كبيره ما فيش لعيب عملها في مصر، يكفيه فخرا اللي عمله. ومستحيل يكون بيني وبينه مشكله. انا رحت لقيته مصاب، قلت له يا عصام لما تقول لي انا خفيت انا مستنيك. ده الوضع الطبيعي خالص يعني، ما فيش اقل تقدير ممكن نقدره لعصام الحضري كابتن مصر. لكن ما كانش في ازمه طبعا. لا طبعا. اللي بعد، قد اغير قناعاتي التدريبيه من اجل العوده الى التدريب في الدوري المصري، نعم ام لا؟ مستحيل. ما انا مش فاهم يعني ايه قناعاتي. انا الكوره اللي بحبها، انا اشتغلت في الكوره عشان بحبها بالطريقه دي. مجرد اتخلى عن شخصيتي، انا اتخليت عن كل اللي اعرفه. بلدي يعني، في طريقه بلدي انا ما اعرفهاش. لو مثلا هشعلق الكوره، مش هعرف اقول تعليمات على ده. فانا بهدم نفسي بعد اول تجربه. فانا بعمل حاجه كويسه، وشايف ان اي حد اتمرن تحت ايدي بحس ان انا قصرت فيه بالايجاب، الحمد لله. اللي بعده، الاختيارات، ندمان على ثقتي في بعض لعيبه الزمالك، تولي قياده فريق النجوم بعد قراراتي الفنيه خلال تجربتي مع الزمالك. طبعا تولي قياده فريق النجوم يعني حاجه، يعني تجربه لا احب ان اذكرها. لا تحب ان تذكر. لا احب ان اذكرها. زي ما تقول يعني وشك اتغير خلاص. خلاص يعني مش مهم. خلاص وشك اتغير خالص. حاجه، تجربه مؤلمه والله، مؤلمه. اللي بعده، لاعب خسروا الزمالك بعد رحيله كان مين من الثلاث اسماء؟ باسم مرسي، عمر جابر، علي جبر. والله الثلاثه بس يعني في مستواه.
علي وبيقدم مستوى لغايه دلوقتي هايل، عمر اتمنى باسم يورينا يرجع تاني لانه مش كبير ولسه الهداف ممكن يقعد فتره طويله جدا هداف. اللي بعده، افضل لاعب في الزمالك الموسم الحالي اشرف بن شرقي، مصطفى محمد، طارق حامد. اظلم مين بقى فيهم؟ يعني انت لقيت نجوم الزمالك ومش قادر اظلم حد فيهم. بس انا يعني عارف اللي هو حتى يعني انا عايز اقول طارق حامد. وعم افكر لا الولد مصطفى عيني لسه يعني لازم حد يقول له برافو عليك احنا مبسوطين بك جدا. انا مبسوط بيه جدا، وقليل جدا لو بيطلع فرود هداف ستايل من ناشئين الزمالك وستايل وفي كل حاجه. ايوه ما شاء الله اكبر عليه ربنا يحفظه يعني. قليل قوي يا ابراهيم لما بتلاقي لعيب متربي جوه النادي وبيكمل يبقى ده عارف اللي هو ليه رونق كده. تحسه يعني ابن النادي ده. مش قصدي حاجه. لكن ليه معزه شويه عارف. عمال قط اللبس من بدري عارفين. هو عيل صغير اللي بيتربى من صغره. فمصطفى محمد، لا طارق حامد. طارق حبيبي طارق ما اقدرش يعني يا عمود. الله اكبر الله اكبر. يعني ما حدش يقدر ينكر اللي بيعمله طارق. سواء مجهود كفايه وقفته في الملعب، تشجيعه للعيبه، وكمان عارف اللي هو كل ما بيور كل ما بيحلو. دلوقتي كمان بيلعب الكره قدام بسرعه، كمان بقى اهدى، يعرف امتى يتنرفز وامتى يضرب وامتى يكشم للناس يعني بقى خبير بمعنى الكلمه ما شاء الله. اللي بعده، لاعب يجب على الزمالك التعاقد معاه من ضمن ثلاث اسماء دي، عبد الله السعيد، عبد العاطي، باهر محمدي. احنا محتاجين في الديفنس شويه، فباهر بس بعد ثلاث الرقم فمش باهر. يعني 2 مليون دولار ازاي يا جماعه؟ ازاي يعني؟ مش موافق بصراحه. طيب فمين؟ يعني اقول لك على حسب المدير، المدير الفني. انا شايف ان الزمالك محتاج باك رايت. محتاج باك رايت، محتاج باك رايت ضروري. ده اهم مركز ندور عليه. عمر جابر مثلا يعني؟ عمر جابر. عمر جابر مثلا. ماشي. اللي بعده، لاعب كان يجب رحيله عن الزمالك، كهربا محمد ابراهيم، احمد الشناوي. كهربا. كهربا طبعا. انت كنت حقيقة كنت مدير فني وقت ما لا مش انا. كنتش مدير فني بس. انا في مش عايز اطول بس. هقول لك على لقطتين. انا ما عنديش اي مانع. وده اخر سؤال عموما. فاسترسل براحتك. اي لعيب بيلعب في اهلي او زمالك وقرر فجاه يروح للفريق المنافس، اهلا وسهلا اتفضل. اوعى ترجع تقول انا ابنكم. ولا اصل انا الزمالك حبايبي. فكهربا اصلا مش يعني ابن نادي الاهلي. طبيعي انه يمشي. ما عنديش مانع خالص. عايز تمشي امشي. انا ازعل من لعيب الاهلي اللي مثلا يعني احمد فتحي. انا معاه 100%. انا دلوقتي يعني انا عايز اجدد سنتين او ثلاثه. النادي الاهلي لا عايز اجدد سنه، حقه الاصيل. انا بفكر فني مش بفكر ده ابن النادي الاهلي وبقاله 15 سنه. انا دلوقتي بفكر فني. عمري ما هدفع فلوس على الفاضي. او هدفع فلوس مش مقتنع بيها. فحق النادي الاهلي يعمل كده وحق احمد فتحي يعمل كده. لكن اللقطه هنا زادت عن حدها كتير جدا. الخيانه وانه باع النادي الاهلي عشان الكلام ده كلام فاشل. يعني كلام مش في الكوره. مش في الكوره. انا راجل ببطل حياتي في الكوره. قدامي سنه بالكتير سنتين ثلاثه خمسه. المهم ان انا بعد كده هبطل. فانا اخر سنتين ثلاثه لازم اشوف احسن عرض، العرض اللي وفر لي سنين شغل، اللي وفر لي عرض مالي مناسب يليق بيا. طيب انا معنى ان انا سبت ان انا بكره النادي الاهلي؟ لكن مهما كان البني ادم هيحب النادي الاهلي، هيحب النادي الزمالك، هيحب اولاده اكتر، هيحب بيته اكتر. فالمفهوم ده لازم الناس تفهمه شويه. اكتر حاجه تاثر فيا ان يكون النادي بتاعك هي دي اللقطه الوحيده اللي لازم نلوم عليها الناس. ودي حصلت عندنا في الزمالك للاسف. ان يكون لعيب اساسي في منتخب مصر وبياخد احسن راتب والعقد اللي هو عايزه هيعمله، فجاه يسيبنا نروح النادي الاهلي. وبعدين بعد كده يتشدق انه ابن نادي الزمالك. ازاي يا جماعه؟ ده مين؟ ما علينا، ده الموضوع ده حصل كذا مره. فاوعى بقى تعمل كده. لعيب من النادي الاهلي، النادي الاهلي عايزه. وعايز يدفع له فلوسه ويعمل، وبعدين يسيبه ويروح نادي البيراميدز، نادي الزمالك. لا برضه هنا في وقفه. انت بتبيع عشان ايه؟ او روح براحتك لكن ما تقوليش انا عندي انتماء بقى. لكن لقطه احمد فتحي هنا الناس لازم تحطها في مكانها. احمد فتحي تصرف تصرف انسان محترم، تفاوض مع الناس. طب ولو احنا طبقنا المثل ده ان حسام عاشور راح نادي الزمالك مثلا يعني يروح؟ ايه المانع؟ لو الزمالك محتاجه طبعا يروح. هيبطل؟ ايه رايك؟ طب يلعب في فريق ياخد نص المرتب بتاعه؟ انت قول لي انا لو مكانه هعمل ايه؟ لو مكانه هتعمل ايه؟ طبعا هروح المنافس لو الناس مش عايزاني.
الناس قررت انهم هيسيبوني اعمل ايه؟ اقعد في البيت عشان انت بقى في فرقه تانية هتقدر مش هتقدرني انها بتحبني هتاخد مني مجهود مقابل اللي انا هعمله ده عدم انتماء يعني وين روني؟ روني كان بيلعب في مانشستر يونايتد طول حياته فجاه بيلعب في ايفرتون المنافس العنيد لمانشستر يونايتد كل اللعيبه بتفكر بالتقليد دوت لما لعيبه كبار زي لعيبه برشلونه لما بيروحوا اليابان ويروحوا الصين هو كده بيبيع برشلونه الصين حاجه والناس تقول لك الاهلي والزمالك حاجه تانية لا هنا في ولاد في بيت في مستقبل في واحد هو عارف لعيب الكوره دي خلي بالك الناس لازم تعرف لعيب الكوره محطوط تحت ضغط فظيع تحت انه يبطل في اي لحظه مستقبله في الكوره ينتهي تحت ان ما يلاقيش فريق اصابه في وقت معين تخليه ما يلعبش السنه اللي بعديها في الاخر مهما كان هيبطل 35 36 سنه هو ان شاء الله بيدور في 3 4 سنين عشان يبتدي نيو كارير فلازم في دماغ اللعيبه الكبار انه يعمل اكتر كم من الفلوس تامن مستقبله علشان دي حياته مش عارف اللي بعد كده فيه ايه ده كله لا ينطبق على كهربا كهربا كان لازم النادي الزمالك في ثانيه يسيبه انا زعلان من الزمالك زعلان طبعا زعلان انه بس فكر انه يتفاوض معاه انت عايز تسيبنا سيبنا انا عمري في الزمالك لو انا المسؤول اي لعيب عايز يسيبنا كهربا يجي اصلا من الاول ولا هو موجود هو فجاه موجود. عايز يمشي احنا بقى نرفع عليه قضيه لا فمع الف سلامه الف سلامه انا اخلي اللعيب عايز يروح النادي الاهلي في بيتي بس لو انا ليا حق ادور عليه مثلا تاخد منه فلوس لكن تقول له النبي يجدد او حاجه لا يعني اللعيب زي ده انا زعلان منه جدا على فكره زعلان منه جدا طبعا طبعا انت موجود في الزمالك والنادي الزمالك اللي رجعك واداك المنتخب وبيديك احسن عقد وعمل لك كل ده في الاخر كل سهوله راح نقل الناحيه الثانيه ده يتزعل منه لكن احمد فتحي راجل لعيب كبير قدم ياما عبد الله سعيد لعيب كبير قدم كتير في الاخر لما ياخد مقابل مادي عشان يلعب زياده عبد الله سعيد ما يتزعلش منه بالمنطق ده بقى الاهلاويه ما يزعلوش منه لما النادي الاهلي يقول له انا هجدد لك سنه وفي فريق تاني يقول له احنا هجدد لك ثلاثه قول لي انت يعمل ايه طب ما هو لو طبقنا نفس القصه هيقول لك برده ما هو كهربا يمكن ما كانش مرتاح في الزمالك وده اللي خلاه يمشي ويروح الاهلي انا زعلان بزعلان قوي مش لكن انت دلوقتي احنا بنعرض عليك نفس الفلوس نخليك تروح المنتخب بيعاملك احسن معامله هي دي ما عبد الله كان عنده كل الحاجات دي لا عبد الله لا عبد الله مش هيعمل العقد تقريبا يعني اللي اعرفه يعني انه عقده ضعف انه هيعمل ثلاث سنين مش سنه مش سنتين فدي حاجات لازم تحط في الاعتبار لازم تحط الحاجات دي في الاعتبار اللعيب اللي بيسيب النادي وهو عايزه ومتربي فيه عشان نفس المبلغ عشان مبلغ ازيد حاجه صغيره او كده ده يتلام عليه لكن لعيب عايز يجدد له سنه عايز يديله نص الفلوس بالله عليك يعني خلينا بس نحط الموضوع هي نقطه جدل هي نقطه خلاف نقطه خلاف اللي الجمهور اللي بيشتكي او زعلان من اللعيب ده حط نفسك مكانه وانت هتفهم يعني ايه الكلام ده كابتن مؤمن انا بشكرك شكرا جزيلا حضرتك شرفتني ونورتني وكالعاده بسعد بيك يا رب يخليك انا اللي متشكر جدا وسعيد جدا بالحلقه وخدت راحتي على الاخر يعني ربنا يخليك لينا يا رب ربنا يخليك اشكرك حضرتك شكرا جزيلا بشكر حضرتك شكرا جزيلا بشكر فريق العمل بالكامل نشوفكم ان شاء الله باذن الله بكره في نفس التوقيت وفي نفس الميعاد تصبحوا على الف خير سلام عليكم